بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. هنالك مسألة مهمة، وهي تتناول مسألة الإفطار والنية واستمرارها إلى أي وقت وإلى أي حد من الحدود. كما تعلمون أعزائي، إذا كان الإنسان ناويا صوما مستحبا، على سبيل المثال أنا ناوي صوم مستحب، جاز لي الإفطار في كل وقت من أوقات النهار، سواء كان قبل الزوال ولا بعد الزوال. الزوال يعني وقت أذان الظهر. فلو كنت ناويا صوما مستحبا يعني تطوعا، جاز لي الإفطار في أي وقت، اختيارا جاز لي الإفطار، سواء أكان قبل الزوال أو بعد الزوال، من دون أي حرج ومن دون أي سبب، يجوز اختيارا. ولكن لو كان الإنسان ناويا لصيام قضاء ما فاته من شهر رمضان، هذه نقطة مهمة. النقطة المهمة فيما لو نوى الإنسان أن يصوم قضاء عما في ذمته من شنو؟ من شهر رمضان. طبعا هنا إذا صام قضاء ما في شهر رمضان عن ذمته، يجوز له الإفطار قبل الزوال. الصبح أنت ناوي قضاء عما في الذمة، يجوز لك الإفطار قبل الزوال، جاز الإفطار. ولكن لا يجوز لك الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، لا يجوز لك الإفطار بعد الزوال، بل أكثر من ذلك، إذا أفطر الإنسان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ترتبت عليه الكفارة، وهذه نقطة مهمة لابد من الالتفات إليها أعزائي. نعم، الواجب الموسع، في غير قضاء شهر رمضان، هنالك واجب موسع قضاء شهر رمضان، هنالك واجب موسع في غير قضاء شهر رمضان. على سبيل المثال، واحد قال لله علي أن أصوم يوما مثلا، على سبيل المثال. بل فلو نذر الإنسان أن يصوم يوما ما، هنا يجوز له الإفطار سواء أكان قبل الزوال أم بعد الزوال. إذن الصوم المستحب يجوز فيه الإفطار مطلقا، الصوم الواجب غير المعين في غير قضاء شهر رمضان يجوز الإفطار فيه مطلقا، أما الصوم الواجب في قضاء شهر رمضان يجوز الإفطار قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال، بل عليه الكفارة. أسأل الله أن يتقبل أعمالكم وصيامكم وقيامكم، ولا تنسونا من خالص دعواتكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.